بس دقار ما ياض انت؟ لا هم مستقعدين نفس البرنر اللي معه كيو على الزاوية فوق على الشمال. لا لا ثواني هذا مش حسابي يا زلمة ران ليتس نينجا الجمال today we enter the account of my friend Dragano. معقول انا حكيتها صحيح؟ اوكي يا اخوان معلش طالع متحمس شوي وطالع مسوي فيها اجنبي. يا جماعة اليوم دخلت لحساب دراجانو اكتشفت انه بداخل الحساب يا اخوان 150 الف جوهرة. هو بصراحة داخل اخرب الحساب لانه باخر مقطع حكالي يا زين عندي لك تحدي اذا سويته راح اعطيك حسابي تعمل فيه شو ما بدك تمام؟ وختمنا التحدي واليوم راح نخرب الحساب. خذ نفس عميق زين راح نصرف 150 الف. هي يا جماعة مش بس هيك ما رضيت ادخل للحساب الا وهو معي. مهند قاعد بصور فيديو اخوان اليوم طالع معي مهند يا اخوان ليتس جو خلينا نوصل مقطع اليوم اخوان لل 30 الف لايك. تمام يا جماعه مبدئيا دخلنا على حساب الاسطوره اسطوره الملايين دراجونوف مع 152 الف جوهر. باع الرقصات يا معلم باع الرقصات يا الهي ما هذا. بس بصراحه يا اخوان لقيت كومنت من المقطع الماضي واحد كتب لي يا زين اذا بدك تدخل على حساب دراجونوف بالله عليك لا تخربه. فعشان هيك يا اخوان انا بحب اني احترم ارائكم فما راح نخرب الحساب ما راح نصرف اي شيء فيه كثير فيعني شويه تعديلات هيك بسيط. والله يا اخوان بصراحه من 9 اشهر ما دخلت على حساب دراجونوف تقريبا شوفوا حلو تمام عنده كل سكنات الكريمنال تمام وسكنات اوه ماي جاد عنده 482 من هذا الشعر اللي بنحط والله كفو والله ما شاء الله حسابه يا اخوان عن جد اسطوري صاير تمام. في عنده 374 قناع بالحساب تمام وعندنا كمان هون الوجه هذا 481 وجه شو بدك فيه كم وجه عندك دراجونوف انا بعرف تلبس قناع واحد تمام عنده 622 بنطال وفي عنده كمان 826 من ال اللي بعده تمام. شو هذا شكله كان عنده تحدي الفوز بدون سكنات وكان يختم فيه المعلم طبعا رقصات يعني زي ما انتم شايفين 110 رقصات اسطورة السيرفر بالرقصات وعنده رقصات الدخول للسكوات كاملات تمام وعندنا سكنات سيارات تقريبا كل السكنات وعندنا الدراجات كلياتهم السيارة الكبيرة كلياتهم البكامات والسيارة عجكتكم انا بعرف تمام عندنا بانر الشراكة اسمه الجناح الذهبي من ذري جناح العصفور هذا الجناح الفضي تمام الجناح شو جناح العصفور تمام الموسيقى طبعا انا عندي اكثر من موسيقى هاي 1-0 تمام او ماي جاد يا اخوان شوفوا الاقنع ما شاء الله عنده من كل حاضنه بجيب قناع زياده شايفين كيف او ماي جاد 82 بطاقه تغيير اسم والله مهند يا اخوان لو بده بيعمل محتوى على اسمه اذا كل يوم هيك بغير اسمه بيعمل مقطع كامل على الاسماء ما شاء الله تمام في عنده ايش هذا 41 قناع عن ال 41 قناع اخوان كريمنال وهو اصلا عنده كل الكريمنالات اكيد يعني بحب يجيب زياده تمام في عنده اظل سكنات في سكنات جديده هان تمام اظل راح نحرق له اياهم هسه راح نسكر ابو جده هذول راح نصرفهم هذول كلياتهم اللي بعده يلا طبعا يا اخوان اول شيء لازم نغير اسم الحساب طبعا اسم زين يوتيوب اكيد لازم ينحط على الحساب اكيد مين مستخدم اسم مين تمام يا جماعه عملنا شويه تغيير بالاسم عرفتوا كيف مين مستخدم اسمي نفسي اعرف يعني بكل السيرفر مين مستخدم اسمي يا اخي خلينا نغير كمان مره للمره الاخيره بزبطش بقى بسميه جلاد الحمير بدك تزبط هالساعتي او ماي جاد اخوان زبط والله هاي الاسم اسطوري صاير خلينا نكتب له كمان بالبروفايل زين لقد مر من هنا تمام زين مر من هنا تمام هيك يا اخوان عشان ايش يعني انه اي حد بيدخل على البروفايل بصير يحكي لك بس انه زين داخل على الحساب وابصر شو عامل فيه عامل فيه مصايب السوداء وطبعا يا اخوان طبعا اهم اشي لازم نغير له الحيوانات الاليفة كلياتها باسمي زين واهم اشي القلب يا الهي لازم نرتبط انا ودراجونوف يا اخوان لابقين لبعض كثير وايضا كمان الحيوان الاليف الجديد واهم اشي القلب يا السلام او ماي جاد زين صار قرد ايش هذا واهم اشي القلب يا السلام عليك يا زين زين تحول لسنجاب زين والقلب يا الهي زين نسر الصحراء خلينا نحرق له شويه جواهر يعني هيك بالمجان انا بعرف انه ما بضيع ولا حدث يا اخوان فلازم نجيب له هذا الحدث لانه السكن فيه خايس بصراحه مش حلو السكن اوكي تمام يلا اصرف تمام 49 جوهره 89 جوهره 149 جوهره 229 او ماي جاد والله يا اخوان اعطوه السكن والله اعطوه السكن يا اخوان مع انه بصراحه يعني السكن مش مستاهل انه نصرف عليه كل هذا بس يلا مع الجواهر مجانية 150 ألف جوهرة طبعا الكريمنال عنده فلازم نجيب له هذه الرقصة الجديدة اوكي يلا ليتس جو زين ملك حرق الحاضنات الاسطوري هيا 19 جوهرة 49 جوهرة 59 جوهرة يا سلام ايش اخذت
تمام. هاي الثلج يا اخوان بصراحة عن جد حلوة، هاي الصراحة عن جد حلوة، يعني تستاهل الواحد يصرف عليه. تمام بدنا الرقصة، يلا اصرف جواهري زين، اصرف اصرف 999 جوهرة واخذنا الرقصة يا اساطير. زي ما انتم شايفين بصراحة والله كمان رقصة حلوة يا اخوان، فمش عارف كمان شو نحرق له احداث. طبعا هو حارق كل اشي يعني مش مخلي. والله هذا السلاح يا اخوان، هذا 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 الشوتجن الجديد ابو الطلقتين هذا. تمام يلا نخلص له كل البطاقات اللي معاه على السريع على السريع على السريع على السريع. كمان نخلص له اخوان ولا بطاقة نخلي معاه. ما اخذنا السلاح ليش؟ لا لازم ناخذ السلاح يا اخوان لازم، او لا اقول لكم بنلف بجواهر. يلا روح الجواهر مجانيه اليوم. اخذنا السلاح، شو هذا قنبله؟ لا بدناش قنابل يا قرينا، ما بدنا بدنا السكن. يلا كمان 600 جوهره، ما طلع كمان 600 مجوهره. يا حظك ليش هيك حظك دراغونوف؟ كمان 600 مجوهره ليش؟ ايه الحظ يا اخوان ليش هيك؟ كمان 600 اقول لكم خلاص خلاص بكفي يا اخوان خلاص بلاش يروح يجي. اذا بدخل على حسابي بيوم من الايام بخرب وفجره. خلاص بكفي يا اخوان هيك ووفينا قديش صرفنا احنا؟ يمكن 6000 مجوهره لها. فتحت تيم كود يا اخوان ونزلت ستوري بالانستغرام وطلبت من اول 3 يدخلوا كل واحد له هديه. هلا بالاساطير، هلا والله نورت، هلا والله. شو نص ساعه لما تدخلوا؟ السلام عليكم، كيف الحال؟ يا مهدي هيا اطلبوا ما ما تتمنون، اليوم في جواهر مجانية كثير اطلبوا. هلا هلا حبايبي، هلا بالغوالي، هلا بمتابعيني، والله حق متابعيني، والله لازم اظبطكم هالساعة، كل واحد هدية من الغالي هالساعة. كيف حالكم يا اساطير؟ تمام اخوان هالساعة اطلبوا هداياكم، هيا هيا هيا، لأنه الفيديو راح يطلع نص ساعة وانتوا بتسلموا علي، خلصوا. تمام اول شخص طلب رقصة الكف هذه اللي بزقف هاي، تمام مبروك. الثاني طلب هذه الجاكيت والله ما عارف شو كذا، مبروك مبروك. الثالث طلب طبعا الرقصة تبعت النظارات، وينها وين راحت هاي رقصة؟ بقول لي في رقصة تبعت النظارات. يا زين اجا دوري انا يورب يا عماد. يلا يا عماد، عماد ما انت حكيت لي رقصة النظارات هي اهلت حتى تلقى سطر. يلا يلا مبروك مبروك يا عماد، مبروك مبروك، هاي رقصة النظارات بصراحة انت احسن هدية اخذتها بينهم كلياتهم. يلا مبروكات. شكرا شكرا. يلا ولا ولا والعفو، والله حق متابعيني لازم اظبطكم دائما. والله في فكره اسطوريه يا اخوان بدي اعملها مدام معاه بطاقات تغيير اسم. يلا باي 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 حبايب القلب، يلا ديروا بالكم على حالكم، باي باي ديروا بالكم، خذوا هاي. يلا باي باي حبايب. والله يا اخوان حاب اني ارجع هيك اعمل مثلا مقاطع نحرق فيها حسابات المتابعين، اكتبوا لي تحت بالتعليقات شو رايكم يا اخوان بهيك افكار، اشوف حماسكم. يلا طبعا يا اخوان غيرت اسمي لفير باس وبدي ادخل جيم العب الذئب الوحيد، واذا شخص يعني بيلعب ضدي وبقتلني جوله راح اشحن له الفير باس. السلام عليكم، كيف الحال؟ ايه هذا فصل معقول؟ لا والله يا اخوان هذا مش فاصل، هيوتو بلعب. اوكي تمام قتلني خلاص، لا راح اشحن له الفير باس يا اخوان اذا دخل معاي واذا ما دخل. يلا اذا ما اروح خلاص اسطورة. اوكي تمام هو داخل على مجموعة، يعني مستحيل انه نقدر ندخل معاه، مستحيل انه نقدر نبعث له، مش عارف كيف نجيبه. تمام يا اخوان بعثت له طلب صداقة، بحاول اذا بوافق بشحن له. طبعا يا اخوان لا تكونوا ناسيين انه احنا لازم نحرق له الحساب حرق لدراغونوف، فهي السكنات او ماي جاد. والله يا اخوان اني بصراحه يعني بزعل لما اجي افتح سكنات وتكون كلها عنده، طبعا هاي السكنات كلها موجوده عنده يا اخوان. بحس انه قاعد يعني على الفاضي هيك قاعد افتح فيهم، يعني مش راح يستفيد فيهم، لو بضلوا منظر بالحساب والله العظيم بضلوا احلى. او ماي جاد هاي الباكجات اللي بحب احرقها، شايفين شو هي؟ هاي الباكجات اللي بحب احرقها تبعت ال احا علق التليفون، بدنا ماجيك كيوب طيب واحد بس. طبعا يا اخوان هاي السكنات شكلها جايه هديه من شركه جرينا فري فاير، ما بعرف اكتب لي بالكومنتات معقول هاي السكنات نزلت ولا لا، لانه بصراحه انا مش منتبه، فما راح افتحها مضل السكنات يعني راح اخليه هو يفتحهم ما راح اقرب عليهم. وهسه يا اخوان هيك بنكون لازم نشوف رده فعل دراغونوف، انه لما دخلت على حسابه وخربت له اياه، وبصراحه طلعت انا وياه مشوار عشان اشتري بي سي، والان بدي افاجئه وبدي احكي له يفوت على حسابه ويشوف شو صار فيه. يلا ليتس جو مع بعض. عم يعني بصور فيديو اخوان، اليوم طالع معي مهند يا اخوان. حياتي قبل شوي فتح اللعبه لقيت حالي داخل على الشراكه. اقسم بالله والله والله العظيم. لا لا انت كنت تلمح لي بهالزمانات يعني، بس ما عقدت لي رسمي. لا لا اسف شوف
يعني سمعك بانر وكل شيء حركات. لسه اول واحد راح يشوف البانر تبع الشراكه مهند. خليني الشراكه. يو طلع شو منزلين طلع شو الاسكنات. اذا بنسى ثواني ده تشوفك اذا بلا اسكنات بلا هم. افتح الاصدقاء. اذا مش راضي افتح الاصدقاء يا رجل. اوكي الاصدقاء ما ياض انت لا هم مستقدين نفس البانر اللي معك وكيو على الزاويه فوق على الشمال. لا لحظه ثواني هذا مش حسابي يا زلمه. ران اسمع ايش البوسات اللي حاط لي يا بوجي خلاص بدون ضرب خلينا اصحاب خلاص بدون ضرب اسمع ركز معي انا ما شفت الحساب ما دققت فيه تمام ترى ولساتني ما شفت الفيديو تبعك قسم بالله لو تكون عامل شيء بالحساب ولا مخرب فيه راح تشوف شيء يزعلك اسمع انا بعرف كيف ادويك اوكي وهسا اسمع ده غير كلمه سر الحساب اخر مره بحياتك تشوف الحساب انا مش شايف منه شيء هات الكاميرات قسم بالله بدي اشوف الفيديو تبعك تمام قسم بالله لو مسوي فيه شيء راح ازعلك راح اعرف كيف لا 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 هو انا بس صرفت 6000 جوهره بس على الشحن هذه غير هيك سلام تلفون خلاص تلفونك لي سلام